مساء الخير عليكم. اليوم سأواصل سلسلة مغالطات وأخصص هذه الحلقة للحديث عن موضوع الإيمان. موضوع الإيمان يتطلب الحديث عن مغالطتين. المغالطة الأولى تخص الارتباط الوثيق أو محاولة رفع اللبس حول العلاقة بين الإيمان والحقيقة أو الإيمان واليقين. والمغالطة الثانية تتعلق بمسألة أنواع الإيمان أو أشكال الإيمان. بالنسبة للمغالطة الأولى والإشكالية المهمة هي: هل الإيمان مرتبط برباط حقيقي أو بين الحقيقة؟ هل هناك ارتباط بين الإيمان والحقيقة أو الإيمان واليقين؟ بطبيعة الحال لا يمكن في التعابير التي نستعملها، لا يمكن أن نقول أنا أؤمن بالجاذبية أو أؤمن بالكهرباء أو أؤمن بوجود الشمس. إذن الإيمان ليس له علاقة إطلاقا بالمعارف والمعلومات العلمية الدقيقة. يعني كل ما كان الموضوع له حقيقة ويقين وشيء مؤكد علميا لا يمكن الحديث عن إيمان. إذن الإيمان هو متعلق بأشياء نثق فيها، نسلم بها، يعني عبارة عن مسلمات أو عبارة عن تسليم بوجود شيء معين. إذن الإيمان بالله لا يعني بالضرورة هناك يقين وحقيقة وراء ذلك، لأن العلم مثلا لا يمكن أن يثبت مسألة وجود أو عدم وجود الله أو مسألة البعث مثلا أو هذه الأمور علميا غير متاحة للتأكد ولتصبح أمور يقينية، هي عبارة عن مسلمات، لذلك يوجد حولها اختلافات بين البشر. إذن أولا الإيمان ليست له علاقة إطلاقا بالحقيقة وباليقين. إذن ويصبح الإيمان مجرد تسليم، مجرد وضع مسلمات أو افتراض مسلمات، وكأننا نثق عندما نقول أنا أؤمن بمستقبل زاهر فإنني أثق وأضع ثقة في أن يكون مستقبلي زاهر، أو عندما نقول أنا أثق وأنا أؤمن بمؤهلاتي، يعني هناك احتمال النجاح أو الفشل من خلال في استعمال المؤهلات. إذن ليست الإيمان ليس موضوع متفق عليه 100% وصارم ويقيني وحقيقي. هذا بالنسبة للموضوع المغالطة الأولى. المغالطة الثانية تتعلق بأنواع الإيمان أو الإيمانات، حتى وإن كانت الكلمة غير مستعملة سمعيا لكنها قياسيا، مثل إسقاط إسقاطات وإسلام إسلامات وإلحاد إلحادات. إذن الإيمانات أو أنواع الإيمان إن أردتم، في عالمنا العربي والإسلامي عندما نتكلم عن كلمة إيمان نربطها فقط بالدين، وهذه المغالطة كبيرة، لأن الإيمان لا يمكنه فقط أن يكون مرتبط بالدين، ممكن أن يكون مرتبط بأن أؤمن بالفلسفة، بما تقدمه الفلسفة مثلا، أن يمكن أن أؤمن بالفن أو بالفنون وبما تقدمه هذه الفنون للفرد وللمجتمع وللمجموعة البشرية. إذن أو نؤمن بالعلم، يعني بالاكتشافات العلمية والطبية مثلا أو الفلكية أو اكتشافات جغرافية مثلا أو بقية الاكتشافات. إذن مسألة الإيمان يمكن أن ترتبط بالمحاور الأربعة للمعرفة، التي هي الفن أو الفنون، الفلسفة أو الفلسفات، العلم أو العلوم، والدين أو الأديان. إذن لا يمكن فقط حصر هذه المخالطة التي موجودة عندنا في العالم العربي والإسلامي، ربط الإيمان فقط بالدين، ممكن أن نؤمن بالفنون أو بالعلم أو بالفلسفة. أعطي مثال بسيط، ربما هنا المشكلة الجوهرية في المآزق أو المشاكل التي يعيشها العالم العربي والإسلامي بصفة عامة، عندما يربط الإيمان فقط بالدين ولا يربطه ببقية العلوم مثل الفنون والعلوم والفلسفات، وأنه لم يستطع أن يتجاوز مشاكله. يعني الأمم الأخرى استطاعت أن تعتمد على الفنون مثلا السينما كفن مثلا وصارت قوية في هذا الميدان، مثل حتى مثلا أنا أستعمل مثلا الفيسبوك يدخل ضمن إطار الفن لأنه فيه الكتابة، فيه الأدب، فيه التصوير، فيه بعد الافتراضي للواقع. يعني نحن ضمن الفنون الافتراضية. الإيمان مثلا بالرياضة، بالفن الرياضة أو الفنون الرياضية
ثاني هي ايضا تخدم الانسانيه وممكن ان تحل عده مشاكل فرديه من حيث الفرد وده من حيث المجموعه او المجتمع هو بين الامم. اذا او الفلسفه كمخرج ومخرج للازمات الروحيه والازمات الاجتماعيه التي يعيشها الفرد والمجتمع، وفي الاخير الايمان بالعلم او بالعلوم، وهذا شيء تقريبا مفروغ منه. اذا ساختم هذه الحلقه بنتيجتين. الاولى هي ان عندما نتكلم عن الايمان فاننا بالضروره نبعد مسألة الحقيقة واليقين، يعني عندما نتكلم عن الإيمان لا يوجد حقيقة ولا يوجد يقين. ربما سأخصص حلقة حول مسألة الحقيقة واليقين. المسألة الثانية التي تكلمت عنها وسأختمها هي مسألة الإيمان. لا يمكن أن نتصور فقط الإيمان مرتبط بالدين، يمكن أن نعيش بإيمانات أو بأنواع أخرى من الإيمان وهي ضرورية للفرد وللمجتمع. وأجمل شيء يمكن أن نستشهد به وأنا في مدينة بومباي في إيطاليا هي الإيمان بصنع مدينة يعني بومباي هي مدينة قوية، كانت مدينة قوية وأهلها عرفوا قيمة الإيمان بإنتاج مدينة قوية، وهذا ما يوصفها العالم العربي وهو عدم التفكير في بناء المدينة، وهذا شيء مهم. شكرا لكم ومع السلامة.